صباح الخير. تمارين التنفس، التنفس وفوائده وازاي نعمله. الحلقة دي عملية وهنشوف فيها ازاي بنعمل عملي التنفس ونعمل ايه بالظبط عشان نعمل تنفس صحيح علشان يبقى التمرين كده متكامل بالاسترخاء والتأمل والتنفس. لو الموضوع ده يهمك تعالوا كده نشوف. عشان كده علماء النفس كل الأطباء في العالم بيوصوا للتخلص من الأعباء دي والضغوط دي إن الناس تمارس الرياضة، تتحرك، يبقى في تمارين فكرية تعتمد على العقل والنفس اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو ده، زي مثلا تمارين التنفس. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، بكالوريوس طب عين شمس 91 وماجستير من ألمانيا 97 و99. لو انتم بتشرفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أدخل في موضوع بتاع المقدمة وهو تمارين التنفس. دي الحلقة الكام؟ التالتة. الحلقة الأولى اتكلمنا عن فوائد التأمل والاسترخاء، الحلقة التانية اتكلمنا عن تمارين التأمل والاسترخاء واستثنينا منها التنفس. ليه؟ لأنه موضوع مهم، موضوع كبير. تعالوا كده نشوف الأول التنفس بيحصل إزاي وإزاي الحجاب الحاجز بينقبض وينبسط في حالة الشهيق وحالة الزفير. الديافرام بينزل تحت وينفخ الرئة زي ما انتم شايفين في الصورة كده في حالة الشهيق، وبينقبض وبيعمل بقى عامل زي القبة، فالرئة بتضيق في حالة الزفير. قلنا في الحلقة اللي فاتت انه علشان نعمل تمارين التنفس محتاجين شرح عملي، عشان كده في الحلقة دي هنعمل تمارين بشكل عملي وهتشوفوا دراسات وفوائد للتنفس ولصحتك النفسية والجسدية. التنفس يا جماعة ده عملية بتحصل فسيولوجية، عملية طبيعية بتحصل. الطفل الرضيع بيتنفس ولا يموت، ولكن بصوا على الطفل الرضيع كده تلاقوه بيتنفس من بطنه مش من صدره. تنفس من الصدر وحركة القفص الصدري بس دي بتديك 20-30% أكسجين بس، أما التنفس من البطن يعني البطن بتنتفخ باختصار كده، البطن بتوسع بيضغط على الحجاب الحاجز، بيحط الحجاب الحاجز في وضع مريح إنه يملى الرئة أكسجين. من ضمن التمرينات المشهورة جدا في أمريكا إنك أنت بتاخد نفس عميق وانت بتعد لغاية خمسة سبعة كده، يعني بتاخد نفس عميق كده وتقول 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كده تحبس نفسك من دقيقتين من ثانيتين لاربعة، يعني عد من 2 لـ4 للتسهيل، عدك انها ثانية 1 2 3 4، او ممكن تقول 1001 1002 1003 1004 في سرك وانت حابس نفسك. وبعد كده خد زفير طويل بقى، الزفير بقى خده من 6 لـ9 مرات، طلع. لما تطلع الزفير ما تطلعوش من الانف زي ما انا عملت كده، لا هتطلعه من الاثنين، انف وفم. تعالوا نشوف هنعملها من الاول. انا هاخد نفس عميق، عديت لغايه 7، بعد كده بقى اكتم، بعد كده الزفير. ده كده باختصار الطريقة المثلى للتنفس. تمارين التنفس دي ابتدي بيها من 10 لـ15 مرة الصبح ومن 10 لـ15 مرة بالليل وكترها. أثناء التأمل ممكن ما تعملهاش كتير، بس ده بيديك تأمل. مش عايزك بقى تبقى شادد نفسك، ادي فرصة للحجاب الحاجز بس انه يشتغل، ما تديش فرصة للمشاكل، لأن معظم على فكرة معظم مشاكل الرقبة والظهر من ان انا بخلي العضلات بتاعت الرقبة والظهر تشتغل معايا في التنفس، لان انا بتنفس من صدري. لكن لو بتنفس من بطني اديت فرصه للحجاب الحاجز بس انه يشتغل، وبقيت العضلات ريلاكس لوظيفتها الحقيقيه انها تتني الرقبه او تتني الظهر الى اخره. تمارين الاسترخاء العضلي، وده بقى نوع من التدريب الذهني والجسدي اللي انا بخلي مجموعه من العضلات انها ترتخي وتريلاكس، وده بيتعمل بقى يا جماعه في وضع الاستلقاء على الظهر، ونفرد جسمي، يا ريت تحط مخدة تحت ركبتك
وتبقى في حاله سكون لمده تلت ساعه. بس ده لازم تعمله وانت يا اما في غرفتك وانت طافي النور، يا اما مثلا على السجاده في الجنينه، ويبقى ما عندكش اي دوشه، قافل الموبايل، قافل التليفون، في وضع ريلاكس تماما. الكلام ده بتحسوه انتوا على البحر وانتوا في الصيف في الاجازات، تحس انك انت بتعمل تمرين الاسترخاء ده، انك بترخي نفسك تماما، بتبعد عن كل مظاهر الازعاج. يا حبذا لو انت بقى في الوضع ده كمان بتتنفس ببطء، بتطلع الزفير من بقك ببطء، شادد عضلات رجليك شويه لمده 10 ثواني، وبعد كده بقى عضلات الجسم كلها تبتدي ترخي، عضلات الايدين، عضلات الكتف، عضلات الرقبه. تمارين التنفس دي يا جماعه باختصار انك انت بترجع لنفسك، بتبقى استرخاء لنفسك. ده هيساعدنا ان احنا ننام بشكل طبيعي، هيقلل الكوابيس، هيحسن من نشاط الفرد في الحياه، هيقلل من القلق، هينشط الذاكره، هينمي القدرات الفكريه لابنك وبنتك خلال اليوم، هتحولك لشخص ايجابي. التمرين الاخير اللي انا عايز اعمله لكم وعملته لكم كمان عملي وهتشوفوه دلوقتي، ان انا بحط ايدي يا جماعه على البطن وايدي على الصدر. التنفس الغلط ان انا اتنفس من صدري، اتنفس من قفص الصدر. التنفس الصح ان انا اتنفس من البطن. زي ما انتم شايفين كده في الصوره او في الفيديو، انا حاطط ايدي على البطن وباخد نفس عميق وبعد 1 2 3 4 5 6، بعد كده بكتم النفس 1 2، كل ده من الانف. بعد كده بقى افتح الفم واعمل زفير طويل 1 2 3 4 5 6 7 8. ده بيوصل كمية اكسجين غير طبيعية للجسم، بيساعد الجسم على انه يعمل كل وظائفه الطبيعية. هنا بقى في حاجة مهمة جدا، ممكن حضرتك تتنفس وانت متضايق فبتلهس كده عامل زي الكلب، ده مش تنفس، انت بتدخل يمكن 10% 20% بس اكسجين. التنفس لازم يكون بطيء ويكون عميق، واعمل لكم حلقة مخصوص عن تقوية الحجاب الحاجز وازاي ان احنا نزود قوة الحجاب الحاجز اللي هو بنمرنه، لانه عضلة زي اي عضلة في الجسم، ممكن نمرنه يوصل لدرجة اعلى من التنفس. ودي كانت حلقة تمارين التنفس بالتفصيل، يا رب تكونوا استفدتوا منها. كان طبعا الموضوع اكبر من كده بس احنا اختصرناه عشان الوقت، دي الحلقة التالتة يعني، يا رب ما تكونوش زهقتوا من موضوع التأمل والاسترخاء ده، وهو مفيد جدا طبعا في الصيف انكم تعملوا تأمل واسترخاء. مستني اسئلتكم ولايكاتكم وانتوا قاعدين كده على البلاج، اكتبوا لي على طول دلوقتي في الموبايل اسئلتكم، هتظهر دلوقتي فيديوهات الحلقة الأولى والحلقة الثانية اللي فاتته ممكن يشوفها بالتفصيل. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.